أعربت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن قلقها إزاء توقف عدة دول عن بيع الذخيرة والمواد المختلفة لإسرائيل، وذلك وفقا لما ذكره موقع كالكاليست. إلى هذا أشارت صحيفة نيويورك تايمز أن جيش الاحتلال يواجه نقصا في قذائف 120 ملي والمخصصة للدبابات، مما يزيد من المخاوف بشأن قدرة قوات الاحتلال على الحفاظ على جهازياتها العملياتية. وأضافت أن هناك أيضا نقصا في قطع غيار الدبابات D9 وجرافات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.